سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. فقد اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 17 حاله قائمه جديده، منها ست حالات لعماله وافده واربع حالات لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى سبع حالات قادمه من الخارج. في حين لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 38 حالة إضافية لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 245 حالة